ضمن مشاريع محافظة نينوى وإشراف مباشر من قبل مديرية بلدية الموصل. تقوم شركة سمر رافدين للمقاولات العامة بتنفيذ أعمال مشروع شارع الفاروق الممتد من النفق الخامس إلى تقاطع الساعة. العمل يشمل قلع الشارع والأرصفة بالكامل. واجهتنا عدة صعوبات من ضمنها سمك طبقات التبريد في هذا الشارع، والحمد لله تم التغلب عليها. عملنا يبدأ من الساعة الخامسة صباحا ومستمر الساعة الرابعة عصرا، وحتى في أيام الأطر السبت وأحيانا في أيام الجمعة. مدة المشروع مالنا 120 يوم، وإن شاء الله خلال فترة قياسية نخلصه قبل نصف المدة إن شاء الله نخلصه إذا ما أقل إن شاء الله. من وين لوين يبدأ؟ يبدأ المشروع من النفق الخامس جسر الخامس إلى تقاطع الساعة. هسه حاليا اي مرحله وصلنا؟ هسه وصلنا مرحله، كملنا مرحله القلع الارصفه والقلع الشارع. هسه نبدا بعمليه معالجه التخصفات الموجوده بالشارع بالضربات الجويه. لا نبدا قلع الطبقات المتضرره بالشارع حتى لا تحدث تخصفات مستقبلا. بعدها مرحله بناء القوالب وصف الارصفه ان شاء الله، وان شاء الله خلال الاسبوع القادم يعني راح نبني بدايه بناء القوالب ان شاء الله. التنسيق ما بينكم بين البلديه او بين المجاري وبين تم عمل محاضر مشتركه وتم مفاتحه الدوائر الخدميه بالتنسيق معاهم من شغله الانابيب المياه او مجاري وجماعه الاتصالات والكهرباء. هسه عندنا ناس عدت انقاض في الشارع، يعني يطلعون من الاوجات القديمه ننظف احنا من ثاني، ونيجي الصبح نلاقينا في 10 ذنابر رسالة انقاض بالشارع. هاي مشكله واحده. ثانيا يعني نهيب المواطنين، احنا راح نصف الارصفه، نريد يعني يجون يعملون اشتراكات المحلات مالهم، ما بعد ما نصف يجي يطلع اشتراك ماله، يعني هاي شغله ضروريه. اشتراك المحلات ماله، اشتراك مال ماي، اشتراك مال ماي، ايه يعني هاي شغله ضروريه. بعدين راح يجي فلش ويصير عنده شغله زحمه شويه يعني. فمن الساعه احسن؟ العمل متواصل عندنا وصوره متواصله جدا، وعندنا حتى ايام العمل ايام العطل متواصل عندنا من السبت للخميس، وعندنا ايام جمعه ما نشتغل بيها، بس عندنا الجمعه ما بيعمل. الآليات متوفرة كلها، من نقار إلى حفارة إلى شفار إلى قلابات، آليات عندنا كافية وماشي العمل بي.